ما تهيصوا كتير لأنهم معصبين. يوم السبت هو يوم الحساب، يوم يجي هذه شرارة خالية من الأحاسيس، مجردة من كل شيء اسمه مغنى دافي. المشكلة إن إحنا عندنا حالة الرعب وحالة الخوف اللي دايماً بتركبنا بعد كل برايم. بنجلس كلنا في مجلس عزاء وننتظر الأستاذ هادي يجينا بالأسود. منك حاسة بالغنية؟ أنت أول بس ما بتخش كله بيقوم ماسك المخدات حطها على وشه. أنا بقيت تختفي هيك يعني. هاي بيرفورمانس ما فيها نجومية. أنا أفوت فجأة إنه خلصوكي أصحابي. بحبوكي بس إنه أنت المفروض أنا بهاي البيرفورمانس بتطيري. هذه شغلة بالنسبة لنا هو الرعب في الأكاديمية. وكلنا بنوقف دقيقة صمت. نعمل لحظة صمت على روح الغنية دمرت. والله العظيم دمرت الغنية. هي دمرنا كلنا. هاي الرخونة وهيدي مبين كأنك ما بتغني بالمرة. والله جرزة. ليك حنان. أنا باجي سيك تي ترو سنسيبل. بصراحة كتبتها بالفرنسي. بالفرنسي كيرسي. بالعربي كيرسي. كي حطمنا. نو بلا مزح بلا سؤالي شرارة بليز. حرام عليك جبتيلي العصب. والقوق. أنا اليوم رح كون كتير كيوت معكم، ما بدي أجرحكم. فجأة. يعني كلمة كيرسي قليلة. على شاطي دي. حط اللي صوت اللي فيه. يعني كان بودي احضر شيء مثل الخلق يعني او برايم انبسط فيه في الشيء الخلق. هيك على طول في شعره بين واحد يكون مهضوم وسقيم. سقيم. اي انا عندي يوم اثنيناتهم. انت ضيعني. انت اجدق واحد عفوا، انت برات معادله. الشخص لما بيكون يوم البرايم ما بيفكر انه الناس تعجبني او رح غني كثير منيح بالبرايم، رح غني هذه شراره كيف رح يسمع الموضوع. انا ما بكيت عليك، انا سميتك كاراوكي سينجر، بس انت مرتكب جريمه بحق الاغنيه، كنت ترقص وما عندك تيمبو كيف هي مش عم بفهمها يا خيي، انفصام. برافو كثير حلو، بس انت يا ما خصكيش تكوني في البروجرام، انت وقفتك ما كانتش كويسه. منك مؤهله تغني هيك اغاني، فوميو الكاراوكي سينجر، انت بالنسبه لي بعدك بتغني كاراوكي. انت جاي على برنامج غلط. انت مغلطه البروجرام اكيد هيدا مش سرقة كريم. انت خارجه تشتغل بزفه. اديني خمسه. خمسة؟ شخصيتك احنا بنحبها جدا بس نبقى خايفين منها قوي. ما فيك ما تقبل نقده. ليه عم تبكي يا حياتي؟ دونت كراي، دونت كراي. قلت لي برافو. لا انا بحبك. قبل الانسان اللي بيتقدم في كثير ناس استفادت من اللي حكيته هذيك الجمعة which is very good. ما استخفيته بالحكي تبعي. لو تشطفنا بس ما بيأثر يعني. كده اوفر. كده اوفر تو ماتش. عشان كده عملنا لك مفاجأة مش عادية. ان شاء الله يا رب ما تكون كارثة. كلمة كيرسي قليلة